طيب في هذا الاكزامبل بس جالس اعلمك على حاجه، هذه هي ما هي قاعده ولا حاجه. يقول لك اذا كانت الداله الا بكاملها زوجيه، تمام، ف انا اقدر اكتبها على الشكل التالي. اقول لك سالب لو وكان حدود التكامل من سالب A الى A، تمام، اقدر اقول لك خلاص ناتجها حيكون 2 باثباتات، يعني ما انت مهم الكلام ده. ولو كانت الداله فرديه وكان حدود التكامل هي نفسها بس اللي تحت بالسالب اللي فوق بالموجب، حيطلع جواب بصفر. بس اعطاك هذا المثال، قال لك تكامل من سالب 2 ل 2، هذه مثلا سالب A وهذه A، للتكامل ساين اكس زائد اكس تربيع دي اكس. اول شيء هذه الداله الاكس تربيع هي ايفن، والساين هذه ايش؟ اود. حدود التكامل هي نفسها زي ما قال لك. يلا الان نطبق العلاقات. طبق ايش؟ علاقات. خذ الساين، الساين اول حاجة انت تقول الساين اكس هي اود، صح؟ طبق العلاقة هذه، هتقول لي سالب 2 ل 2 ساين اكس دي اكس، بما ان اول شيء حدود التكامل هي نفسها بس لتحت سالب ولا فوق موجب والدالة اود، فالجواب حيكون ايش؟ زيرو. طيب خذ الحد الثاني اكس تربيع تكامل اكس تربيع من سالب 2 الى 2 دي اكس، بما ان الداله هنا ايفن حدود التكامل هي من سالب A، اللي اقدر اكتبها على الشكل التالي، يساوي تكامل اكس تربيع من 0 الى 2، تطبيقا على القاعده هذه والفكره هذه، والجواب حيساوي ايش؟ 2. أو كامل بشكل عادي، يعني كامل يصير لك إكس، صح؟ إكس والثلاثة على 3، عوض مرة بالحد العلوي حيصير لك إيش؟ 2 والثلاثة على 3 ناقصا 0، 2 والثلاثة كم يعطيك؟ 8 على كم؟ 8 على 3. بس هذه الفكرة. طيب إيش حتسوي؟ يلا، أو إنك تكامل بشكل عادي، ترى ما في أي إشكالية في تكاملك هذا. يعني تعال أنت خذ هذا وكامل، خلينا نعيد، قول تكامل من سالب 2 إلى 2، تكامل هو ساين إكس زائد إكس تربيع دي إكس، كامل كل جزء عليه. تكامل الساين عبارة عن إيش؟ سالب كوساين إكس زائد تكامل إكس تربيع عبارة عن إيش؟ إكس والثلاثة على 3. حدود التكامل من فين لفين؟ سالب 2 على 2. حتى لا تستخدم القواعد هذه، ما عليك، لو تبغى تستخدمها استخدمها في تفصيل الحل. يلا عوض مرة بالحد العلوي، يطلع لك ايش؟ سالب كوساين 2 زائدا 2 أس 3 على 3، بعدين ناقص، صح، ناقص حيبقى عندك ايش؟ ناقص افتح قوس سالب كوساين سالب 2 زائدا سالب 2 اس 3 على 3. يلا شوف ايش يطلع لك. لو تحلها بآلة حاسبة حيطلع لك نفس الجواب، ترى ما في اي حاجة. او انك تحلها بطريقة ايش؟ تطبيق القانون، سالب كوساين 2 زائدا 2 اس 3 على 3، قفل قوس، ناقص سالب كوساين سالب 2 زائدا افتح قوس سالب 2 اس 3 على 3، حيطلع الجواب 16 على 3. نفس الفكرة، ترى ما في أي إشكالية، لأنك أنت لما تشوف سالب كوساين 2، أنت عندك هنا سالب مع السالب يصير إيش؟ موجب، صح؟ والكوساين يأكل السالب، فهذا راح، كان عندك يصير عندك سالب كوساين 2 زائدا كوساين 2. شوف لو هذه عكس بعض، صح، يروح مع بعض، لو حتى لو حطها بالآلة الحاسبة تقول لك سالب كوساين 2 زائدا كوساين 2، حيطلع الجواب 0، صح؟
لأنه هذا السالب نضرب مع السالب ده، والكوسين دائما يأكل السالب، فهذا السالب يطلع عندك هذا صفر عز. إيش يبقى عندك؟ يبقى هذا الحد مع هذا الحد. 2 + 3 كم يعطيك؟ 8 على 3. عندك هنا السالب، أول شيء هنا هذا هيطلع سالب. ليه؟ لأنه الأس إذا كان الأس فردي هيطلع زي ما هو. يطلع عندك يعني إيش هنا؟ 2 + 2 = 4، 4 + 2 = 8، يعطيك 8 على 3، صح؟ عندك هنا السالب مع السالب صار إيش؟ موجب، صح؟ عندك هنا سالب والأس فردي هيطلع إيش؟ برضو بيوس إيش؟ سالب، صح؟ سالب مع السالب موجب، عندك هنا أس فردي هيطلع إيش؟ سالب، عندك ناقص، صح ولا مو صح؟ ونعيد، ها نعيد يلا شوف أهو، سالب انضرب مع هذا خلاص راح، سالب انضرب مع إيش؟ الموجب، طالك سالب، هذا حيطلع بسالب، صح؟ وتكون برا سالب يطلع برضو موجب، واضح الفكرة؟ هذا السالب الآن، هذا خلاص راح لأنه عكس بعض. سالب هنا مع موجب صار سالب، صح؟ وأنا عندي هنا كان العدد السالب والأس فردي، يقول إذا كان الأس فردي يطلع بسالب، يطلع عندك سالب ضرب سالب يعطيك إيش؟ موجب 8 على 3، 8 + 8 يعطيك 16 على 3. يعني أنت حتى لو ما استخدمت هذه القاعدة والفكرة حتصل نفس الجواب بس.